جميل. الآن الحديث من قبل زيلينسكي اليوم لمجموعة الدول السبعة جي 7 قال بأن روسيا طلبت 2400 طائرة من طائرات شاهد 136 المفخخة الإيرانية. فوكس نيوز تقول بأن كان هنالك إرسالا لهذه الطائرات المسيرة الإيرانية من روسيا إلى بيلاروسيا، وهذا باختصار شديد جدا يعني بأن الطائرات أصبحت متوزعة في شبه جزيرة القرم. أتحدث عن طائرات المسيرة الإيرانية أصبحت هنا بقرب دونباس وأصبحت في بيلاروسيا تهدد كييف، تهدد كل المناطق القريبة من أوروبا وتهدد أوروبا. ألكسندر لوكاشينكو يتحدث عن مسألة بولندا وغيرها وتحدي الناتو ومن هذه التفاصيل. يعني في ظل هذه التفاصيل الجديدة التي نشرت وان تأكدت على الأرض وواضح بأنها أصبحت مؤكدة من خلال هذه التصريحات والقوة الإقليمية التي تحدث عنها لوكاشينكو، بتقديرك سيدي الكريم، هل هذه الطائرات المسيرة هي الضربة القاضية لأي اتفاق مع إيران، لأن إيران غير مهتمة وتشارك في الحرب بحسب ما ينظر إليه عدد من النواب طبعا الموجودين في الكونغرس الأمريكي؟ الأوروبيين يرون أن إيران مشاركة في هذه المعركة ولكن بشكل غير رسمي. هل تعتقد أن هذه الضربة القاضية لأي اتفاق مع إيران؟ إذا حصل التحول بالموقف الروسي الصيني ستصبح ضربة قاصمة. ولكن أستاذ أحمد، يعني تركيا أيضا دعمت أوكرانيا بالطائرات المسيرة. موضوع الطائرات المسيرة أنا لا أعتقد أنه يعني حلقة من حلقات تعطيل أي الاتفاقات النووية، لأن هذه قضايا استراتيجية يعني متعلقة بالنادي النووي، بنزع يعني ترتيب انتشار السلاح النووي في العالم. حضرتك تعرف يعني هذا أكبر من موضوع أن تشترك. إيران تدعم الحرب في اليمن وتدعم فصائل في العراق وتدعم الحرب في سوريا ولبنان وتهاجم إسرائيل بطرق سرية ومعلنة في البحر. يعني هذه التفاصيل كلها إيران شاركت بها ولم تؤثر على التفاوض، بل على العكس دعمت قدرات إيران في التفاوض وجعلتها قدراتها أعلى يعني، وجعلت أوروبا وأمريكا تتفاعل معها. لا، أنا لا أعتقد هذا الموضوع يعني موضوع الطائرات المسيرة سيكون حائق إلا إذا أدى إلى تحول الموقف الروسي.